ناصر، تعليقك على عدم خروج الوزير شباب ورياضه الى مطار القاهره لاستقبال بعثه النادي الاهلي وهي فائزه بالميداليه البرونزيه في للعالم. بص عشان الوزير ما كانش فاضي النهارده، بس كان يضحككم الوزير النهارده تجاهل استقبال النادي الاهلي في المطار وهو يحمل برونزيه العالم وثالث العالم في كره القدم، لانه ما كانش فاضي. هتقول لي كان فين؟ كان بيطلق دور الشوارع والحارات. بسم الله ما شاء الله، ما عرفت مين اللي بيلعبوا دور الشوارع والحارات، ولكن الراجل كان بيطلق دوري الشوارع والحارات. يعني يبدو ان معالي الوزير متشبث بالوجود في منصبه حتى النهايه، ودي قصه هنتكلم فيها لما ننزل مصر، ولكن النهارده كان بيطلقه على مستوى الجمهوريه. انت سمعت عن دوري شوارع والحارات قبل يا كده يا باشا؟ انا اول مره اشوفه، اول مره اشوف برضو اتحاد للالعاب الترفيهيه الطاوله والضمنه. ولا يا يعني ده في اتحاد السبع بلاطات اللي هي السبع شقفات. والله العظيم، والله ما بضحك، العاب الشوارع السبع بلاطات واستغمايه، العاب اللي ما بقتش موجوده اصلا، والاستغمايه وصلح الاتحاد، والله العظيم ما بضحك. فانت عايز وزير بيعمل اتحاد لصلح يستقبل الاهلي ازاي؟ مش فاضي، ده واخد ثالث العالم يعني. كان بيصلح في دوري الشوارع ولا مش عارف ايه. فللاسف الشديد يعني انا بنتقد الوزير جدا في عدم النهارده ذهابه الى المطار واستقباله للنادي الاهلي. خاصه في حاجه سقط عنده لما السيد الرئيس يهني النادي الاهلي، يبقى ده ما حدث مهم. فرقه عملت يعني ايه، يعني بتمثل مصر وانجزت وفرحت الشعب المصري، او فئه عظيمه من الشعب واحد المصري. واحد بيسالني سؤال وجيه بيقول لي ما هو عيب الوزير يروح ورئيس البعثة الكابتن محمود الخطيب في دبي، هو مش رايح يستقبل الكابتن محمود الخطيب بالظبط، هو رايح يستقبل الابطال اللي عرقت دي اللي بتحمل اسم مصر. عندك موجود مين في البعثة؟ عندك موجود يا بين لعيبة، طارق انديل برضه، وخالد مرتجي، انا عايز اقول في عضمك سمارة برضه، والعميد محمد مرجان، وناس موجوده. ما هو خالد مرتجي نائب رئيس البعثه، وكابتن محمود الخطيب رايح لمصلحه ما في دبي، ايه المشكله؟ وانا رايح اكرم اللعيبه مش اكرم محمود الخطيب. مين اللي عمل الانجاز؟ مجلس الاداره، وفي اتنين ممثلين ليه، واللي عمل الانجاز اللعيبه وكلهم متواجدين. فكان لازم يخرج سياده الوزير اشرف صبحي. والله النهارده كان البعثة. والله النهارده اعلن انطلاق دوري الشوارع والحارات. عارف والله، وبعت لي والقى كلمه وبعت لنا صور من يعني حتى عاجبني جدا اللي بيكتب البيانات الاعلاميه سكرتير الوزير، حتى من الصحفيين، يعني رغم ان عنده مجموعه من كشوف البركه مش وقته، بس يعني خلينا نخش على الموضوع يعني اللي بعده، خليها على الله. الخبر الثاني، الكلام اللي اتقال عن عرض بيراميدز، لا محمد عمارة ومعلول، الناس محمد عمارة، حاضر لازم نقول موضوع محمد عمارة. اتفضل يا فندم. كابتن محمد عمارة باك ليفت النادي الاهلي التاريخي، باك ليفت النادي الاهلي وصاحبي واخويا، وانا ربنا كذلك، وربنا جعلني سبب ان هو يروح النادي الاهلي بعد ما شفته في هراري 95 في دوري الابطال الافريقيه. حبيبي يا كابتن عمارة، وإيقافه لما كان مع المنتخب الاول ورود كرول في جنوب افريقيا في دوره دوليه وديه في ديسمبر 95. لكن ان انا اطلع اتهم لاعب باخلاقيات علي معلول ان هو هرب من مباراه، سؤالي بس، لما انا اكون نجم بهذا الشكل، لاعب دولي في منتخب تونس، واحد من اهم العناصر المهمه في فرقه النادي الاهلي، واجي اقول انه هرب، يهرب ليه؟ وحد يهرب من واجهه بايرن ميونخ؟ انت بتلعب امام اعظم فرقه في العالم، ده اي فرقه في افريقيا تتشرف انها تلعب قدام بايرن ميونخ ويتبادلوا بس التيشيرتات، ده هيبقى انجاز عظيم يتحكى به كل لاعب ان هو لعب قدام بايرن ميونخ وخسر اتنين بس. خسر اتنين بس ليه؟ برشلونه لسه خسران 8-2. هو انت اعظم من مين؟ لازم الناس تبقى فاهمه، لازم الناس تبقى فاهمه. ما ينفعش اقول اصل لو كان فلان كان موجود ما كانش خسر، كان اتكسح وفعلا موسيماني لعب على قد امكانياته وقدراته، لان هو لو كان فتح الماتش كنا شلنا كتير. ممكن نتكلم كوره يا عم، ونتكلم ليه تاني؟ لكن لما اجي اقول الفرقه تالت العالم، بس اكمل كلامي بس. تاني حاجه، ان علي معلول هو واحد من افضل 10 مدافعين في العالم، من افضل 10، هو دي الخبر جه النهارده. من افضل 10 مدافعين في العالم. علي معلول مش بس باك، ده علي معلول صانع العاب مهم وهداف للنادي الاهلي ومحور. علي معلول واحد من افضل الناس اللي بتسدد ضربات جزاء في العالم، الهدافين. ماشي، لكن اجي انا اقول لا ده هو هرب، دي سقطه من كابتن خالد طحاوي. بيقول لك يا استاذ ابو المعاطي كلامك صح،
يا انكل ابو المعاطي خانوا التعبير لان عماره راجل محترم. ايوه بالظبط كده، لانه ده تشكيك في الزمم لا نقبله. أيوة. عماره راقي ومحترم وما ينفعش يطلع منه كده وجنتلمان كابتن عمر يا جماعه من الاهلاويه الجمال يعني واخونا يعني. اه واحنا مش بنرد عليه على فكره، ورد علي معلول، ورد علي هو معلول هو اللي ولع الدنيا. لا امر طبيعي، ما انت ما تشككش في ذمتي وفي اخلاقياتي. لا واسكت. واللاعب المحترف دي بتقلل من ثمنه، التهم اللي زي كده تقضى عليها وتسيء لدى جماهيره سواء هنا في مصر او في تونس. ليه احنا نعمل نشكك في نوايا الناس ونقول مثل هذه التصريحات الصاروخيه اللي تقلب الدنيا؟ طب في يعني لا خبر كهربا وعرضه للبيع صحيح، ولا علي معلول هرب من المباراه، ولا حسين الشحات مثلا ناس الله اعلم بنيات. يعني ما جيش انا اقول الكلام ده. وموسيماني برضو هرجع اقول حته تانية، ان الناس عماله تقول لك ايه بعض خلاص قربنا نخلص، بعض الناس عماله تقول لك ايه موسيماني لا يليق بالنادي الاهلي ويجب ان التعاقد مع مدرب يليق بالنادي الاهلي. موسيماني كسب بطوله افريقيا، موسيماني ثالث العالم، موسيماني عنده نواقص فنيه، موسيماني عنده لعيبه ما عندهاش خبرات للبطولات العالميه ولا الافريقيه. قول لي مين اللي موجودين في فرقه النادي الاهلي كسب بطوله افريقيا بما فيهم محمد الشناوي، ما لعبش افريقيا وكسب بطوله افريقيا. فبالتالي حنانيكم على النادي الاهلي وحنانيكم على رموز، واعتقد ان كمان الكابتن عماره قال دلوقتي ان الكابتن عماره اعتذر عن اللفظ وصلح التعبير. يبقى يعني شيء جميل جدا ان عماره يعتذر عن هذا الامر، لكن احنا بنرد على الناس. احنا طبعا يعني بنتابع بس الجدليه، بنتابع على قد ما يقدر. وكل التحيه والتقدير لعلي معلول وكهربا وحسين الشحات الغائبون عن مباراه بالميراس. اي لعيب يتمنى يا جماعه يلعب، اي لعيب يلعب. ولما غلط حسين الشحات وكهربا واخترقوا الاجراءات الاحترازيه وراحوا الكابتن ابو تريكه، قلنا ان هم غلطوا واداره النادي الاهلي عاقبتهم، لكنها لم تعرض كهربا للبيع. هذا الخبر لا اساس له من الصحه.